مشاهدي شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم الان في المباشر من مدينه الدار البيضاء. معنا الان الشاب ولمدينه اسفي بالضبط من جمعيه صحيب اللي جرى عليه مول الكره بعد ما خلصوش في الكره ديالو، الشيء اللي دفعه انه يجي لمدينه الدار البيضاء ويقلب على خدمه، لكن للاسف من الصباح هو انا ما لقاش خدمه وحاليا غادي ينعس غير في الزنقه لانه ما عندوش فين غادي يمشي. حتى الدار اللي كان كاريج جرى، تقدر توقف اخويا الله يحفظك قرب لي شويه، لان في هذه اللحظات حنا كنتمناو من جميع المغاربه المحسنين داخل الوطن خارج اللي يقدر يساعدوا ويوقف معايا يتصل بي في الرقم الهاتفي اللي هو 0656135513. السيد ديال بعدا، السلام عليكم. شنو عليك؟ انا سميتو عمر، جاي من جمع الصحيم، كنت حاليا في المحمديه وكنت خدام في المحمديه. جينا انا عمر جاي من اسفي، جاي من جمع الصحيم وكنت في المحمديه بباني تمايا خدام تما ديال واحد الكروسه تندير بيه موات وداكشي راك معروف المحمديه. وصافي جيت من هنا مابقاش حيت الكروسه ديالي وداكشي مابقاش عندي. علاش حيت الكروسه؟ حيت تما قتلوني بالكريدي، الكريدي هذا بيمو تو كريدي ديالي صافي وما عجبنيش الحال. صافي عرفت بلاتي راه ما كاين والو صافي حيت الكروسه. ها كاين ناس كلاوك فرصتك؟ لا ما كاين، فين تيقول لك لا تعبيتير ما يخلطكش، يقول لك تلقى نقول غدا لا نمشي عندي، يقول لي لا راه بزاف صافي. وما بقاش عندي حي الكروسه ديالي صافي، وانا ريح صافي مني قلبت الخدمه ما لقيت والو صافي. ماني تما في المحمديه؟ في المحمديه كنت ندير باني تمايا صافي. وصل دابا الكرا ديالي ديال الشهر ديال الكرا ما لقاش باش نخلط، عارف مول ميتو، عارف مول الكرا دابا ما غاديش. كنت كاري ديك الساعة؟ كنت كاري 5000 ريال الشهر. ما بقيتش تلاقي باش تخلص؟ صافي ما صافي تالا الشهر ديال ما عندك ما دير. صافي مشيت نقلب على خدمة وما لقيت لا خدمة لا والو، وجيت لكازا تنقلب على خدمة ونتمنى شي واحد شي خاطب شي دار يخدم معاه في قهوة ولا شي حاجة. أنا ما باغي والو. أنت من الصباح وأنت هنا؟ درتي صافي في الكشافة قلتي راه مشات؟ كازا هذاك الشيء اللي كاين اخويا اش هاد الدار؟ درتي من الصباح درتي؟ درت عييت والو ما كاين لا خدمه لا والو، هاد البلاد ما فيها والو اخويا راه ما حل. ماشي البلاد واش دابا انت جهز؟ لا حل دابا. اسمعني اسمعني، واش هاد الساك وجاي لكازا ما داير ما داير شي واحد وقلت له تقول البلاد ما فيها والو؟ يا زر كاين اللي عندهم سيفيات كيدفعوهم كيمشيو يتسناو، انت بغيتي من نهارك الاول في الخدمه راه عاوتاني شي حاجه غير منطقيه. هذاك الشيء ماشي هاد البلوم لا والو، عارف قرايه ما درتيش غير ديبلوم الاول. اليوم اليوم على الصباح زيتي الساك ديالك مشيتي لكازا تقلب على خدمه، ما لقيتيش خدمه وليتي تقول البلاد ما فيها والو. والناس بديبلومات ديالهم كيدفعوا السيفي وكيتسناو مده باش كيعيطوا لهم ويستاجيو، يعني انت خصك تعرف راه غلط انت درتي، جاي المدينه اللي ما موجد لها والو. والو باقي تنقلب دابا ما عدتش في النبات، غنبات في الزنقه، هادشي اللي غنقول لكم. وما كاينش في النبات ما كاينش، ما عندي لا عائله لا والو، هادشي اللي غنقول لكم. تتمنى شي واحد يجي شوفني يبقى فيا. يعني الوالده ديالك ولا عائلتك ما عندكش شي واحد هنا في كازا؟ كاين ما كاينش العائله عندي، وعائله عندك بعاد من شويه ما قابش تيجي. خاصك دابا ولا بغيتي تمشي عندهم خاصك تقلب على المركوب؟ المركوب وداك الشيء ما كاينش هما، ما ترضاش تمشي عندهم، هادشي اللي فهمت صعيب. لا لا صعيب. شحال وانت خارج تخدم في الاخر راجع والو؟ راجع والو، غاتمشي للبلاد وداك الشيء اللي كاين ما. واخا النمره ديالك اللي بغا يعيط لك 06 06 56 13 55 31. والرسالة اللي تبين لها شنو تقول لها؟ نشكر سميتو تنشكر شوف ستيبي جات هنا و بغا يتعاون معايا مرحبا، هادشي اللي كنتمنى. ونتمنى لو كان خاطر شي واحد يخدم معاه ولا خاطر يعيط لي في هاد النمرة، هادشي اللي كاين.